السلام عليكم، معكم دليلة حليمة سعدية من مواليد 1978. المشكل اللي جيت نهضر فيه اليوم أن كاين عندنا واحد المشكل واقع في الولجة، وأن هادشي اللي واقع في الولجة جاني شوية صعيب. أنا كحرفية، واخا أنا هذه 10 سنين ما بقيتش تنخدمها، ولكن أنا جاني ضني خاطري حيت المحل ديال الأب ديالي، وأنني خدمت في الولجة، وكنت نجي الولجة يعني من كنت صغيرة تنحل راسي، واخا كنا ديك الساعة في سيدي بوزلات نجي الولجة مع با، يعني الوجا فيها ذكريات مع الاب ديال الله يرحمه. ولكن وعند هذا المحل هذا اللي فيه تهضر فيه هذا، كنت خدمت فيه انا قبل ما نمشي لبلجيكا، يعني كنا تنديروا فخا، ومن بعد راك عاد زدنا درنا شي ديال الجليج، من بعد درنا الحديد، من بعد يعني بدات عندنا ديك الرغبه، يعني بدينا تنزيدوا يعني باش بدينا تنخدموا. ولكن تفاجئنا في الاخر، وعندنا محل اخر بعدا واحد هنا في تدلاكت، واحد فيه الفخار وتدلاكت من نوعه، واحد ديال الاق ديالي حسن، حنا اربعه ديال خوت. ولكن انا مشيت لبلجيكا ماشي مشكل، ولكن في الاخر تفاجئنا بان الولجه راه غادي يحيدوها، انا راه كاين غادي يحيدوها غادي يعطوا محلات. قال لهم ماشي مشكل، مرحبا، حنا ماشي مشكل، حنا مع الجديد، مع حيت حنا عارفين حنا كنا تمشيو عند بوكراك على ود واحد المشكل كاين عندنا. شنو المشكل كاين عندنا؟ ديال الارض، عندنا جوج تترات في هذا الملك هذا. كنا متابعين الدوسي فاش كان با في الحياه، يعني كنا تمشيو عند بوكراك تنطلعوا لهم فاش كان المكتب ديالهم الاداري حدا كاينين سفر الرباط. كنت نطلع كنت يستقبلونا وقلنا لهم تنقول لهم شنو كاين على المحل، ياك كاين عندكم النزعه الملكيه. صافي حنا قلنا ماشي مشكل، من هذاك الشيء ديال هذاك الشيء ملكي وديال يعني فيه تغيير ماشي مشكل، قلنا مرحبا ماشي مشكل. ديال واحد الوقت عاوتاني تا مؤخرا جانا صيفطوا لنا بان ما بقاش، ودابا المشكل دابا اللي واقع ان بالنسبه لهنا حنا كاربعه المحلات اعطانا محل واحد، وبالنسبة حنا كتيترة الملك ديالنا اللي محفظ وفي المحافظة عاطين فيه 250 درهم، وخصك تدخل معاهم محكمة ودير محامي. علاش؟ ما عرفتش علاش. واش ما كاينش الحق في هذه البلاد هذه؟ واش ملك؟ حنا ما بغيناش حنا هذيك 250 درهم، حنا بغينا الملك ديالنا. علاش؟ حيت على حسابهم شنو عطاونا؟ عطاونا إيغ بلوس 5 وعطاونا إيغ بلوس 2. في التيتر كبير كاين إيغ بلوس 5 وفي التيتر كبير إيغ بلوس 2. وفي المؤخرة العام اللي فات داروا نزع الملكية. يعني ما غاديش ديروا شي حاجة، يعني حتى ديك الحن ديالك اللي بغيتي أو اللي بغيتي دير في الولجة ديالك اللي عشتي فيها ودوسي فيها الطفولة مع الأب ديالك مع خوتك، حيت حنا عائلة، هادشي حنا جبناه من العائلة ديالنا ديال تفخارت من دملات. يعني الأب ديالك ساعة فاش جانا للولجة كانوا أربعة المحلات، كان ديال بن عمي وكان ديال بوراس وكان ديال بن جيلالي والأب ديالي، وتبارك الله غادي الصناعة التقليدية تتكب أيه. وحنا اللي خرج منها حرفية، خرج منها خويا اسمه أحمد، خرج منها صادق خويا هشام، ولكن حنا واخا انا عايشه في بلجيكا والاخ ديالي عايش في المانيا، عندنا واحد الحاجه. شنو هي الحاجه؟ حيت هما تيقولوا لنا بوركريك راه كاين اعاده الهيكله، قلنا ماشي مشكل حتى نستقروا. شنو غادي نستقروا؟ انهم اللي غادي يعطونا الملك ديالنا غادي نبنيو بنايات، غادي نزدهروا في غادي نزيدوا في شي حاجه، وبالنسبه لنا هنا غادي يعاودوا الولجه غادي يقادوها ماشي مشكل. ولكن باش نتفاجئوا ان اربعه ديال المحلات هنا ويعطيو محل واحد راه ما يمكنش. وبالنسبة كاينين الناس هنا جاو مور الدليل عبد القادر ومور في أواخر ديال 2000 وخذوا محلات وعطاوه جوج، يعني اللي مات والديه كان اللي عطاوه جوج، كان اللي عطاوه أربعة، وكل حاجة عطاوه، وحنا عطانا محل واحد. واش محل واحد غلا؟ ومحل واحد واش هذاك محل واحد غادي اللي فيه جريج البلدي؟ وقال لك الجليج البلدي والحدي ما خصوش يدخل هذاك المحل. علاش؟ علاش الجليج البلدي ماشي صناعه تقليديه؟ القصابه ماشي صناعه تقليديه؟ تفخات ماشي صناعه تقليديه؟ يعني حنا تنهضروا بالواقع. انا هذا الشيء انا هذه الهضره هذه تنقول الواقع ديالي، ماشي تنكذب ولا شي حاجه، تنقول شنو واقع. انا جايه من الخارج، ها جايه باش نهضر، حيت الناس ما قدرش تهضر، الناس تحقرات وتكرفسات. الناس انا تنطالب سيدنا محمد السادس الله يخليه لينا، كما الحسن الثاني الله يرحمه في 1980 عطى محلات، وها هما باقي البني القديم ديالهم، وعطاك واحد فين يخدم وكل شيء خدام وكل شيء ميسور. يعني ماشي دابا غادي يهزوا الفخار يدوا لها هكذا يرميوها، لا، واخا يعطيني مكازا راه يعطيني خسران فين نخدمو، فين غادي ندير داك الفران، فين غادي ندير الاخر، فين غادي يخدم الحديد، والاخر فين غادي يخدم تادلاك، فين غادي يخدم الاخر. يعني هادشي ما فكروش فيه. انا تنطلب سيدنا، راه مشكل واقع في الولجه والناس راه ما قدرش تهضر.
الناس راه ما قدرش هضر ومعامله لا حول ولا قوه الا بالله. انا عايشه في بلجيكا قسما بالله الاحترام الاحترام. وتنقول ما تنقول انا راه تندير الكوميرس في المغرب يا حيت جوج لهنا وجيت لهنا، ولكن ان شاء الله راه غادي ندير غانا تنتسناو الولجه نزيدو ساعدو حيدونا باغي يحيدوا الجدر ديال الولجه باغينا يحيدوا. انا باغي المحل ماشي مشكل مرحبا، ولكن يعطينا فيه يخدموا حتى هو والماء وبالنسبه للارض يعطينا الثمن ديال حدا البرج ما يعطوناش الثمن ديال خمسه حشومه حشومه حتى سله جديده. مشينا نسولو على الارض لقينا دايره مليون المترو والجاخ 25 اورو حشومه. هادشي راه ما يمكنش ما يمكنش. انا جاي انا البارح والله العظيم تنحلف لكم بالله انا البارح جايه في الباطو في الباطو تيبان لي نوصل تقريبا ندخل للميناء ديال الميناء المتوسط شنو تيبان ليا. الله الوطن الملك وعاش الملك وبغينا الملك يتدخل معانا في هذا المشكل هذا حيت ضرنا خاطرنا خاطر ديالنا تضرينا فيه وبغينا يتدخل. يعني واحد القضيه بغيت نقولها نزيدها ونزيدها بالنسبه للوثائق ديال الولجه. الوثائق ديال الولجه راه كاينه في عند العماله بلا ما يهضروا العماله راه كاينه لا كاينه في العماله لا حيت دابا تيجي دابا نهضر دابا اقولك باي صفه لا عندي صفه العماله الغرفه الصناعه التقليديه انا مسجله فيها الدليل الحلمي السعوديه كحرفيه. انا ماشي غادي تنهضر هكذاك حيت انا باغي نخدم باغي نخدم في بلادي وباغي ندير كوميرس ما بين هنا وما بين بلجيكا. وخويا اللي في المانيا حتى عنده محل هنا حتى هو يخدم ما بين هنا بجوج حاجات. وتنطالب من سيدنا يتدخل. انا ما بغيت انا والله العظيم انا كنت نخدم في الوجه ما عمري يعني تنقول تنطلب شي حاجه. انا كنت نختار شي طبله هذه انا عارفه هذا المربع هذا جليج البيت انا حافظه في الدم ديالي الحديد حافظه. تنقول ان شاء الله احنا بغينا نزيدو بغينا شي دا هما هادو زاد قالوا لك ها ما عقلوش عليك. وحنا اللي عندنا تاريخ في الولجه شي استفاد وشي ما عطاوش عطانا محل واحد شنو ندير محل واحد شوفوا شوفوا الصعه اللي كاينه وشوفوا محل اخر شوفوا انتم كلشي قدام عينكم راه ما تنكذبش. عندي الاخت ديالي اللي هي الله في المحل والاختي دايرها شي ديال الصناعه التقليديه ديال الطواجن اللي تبارك الله حيت حنا تفخرت جبناها من عندنا من الولجه من دملات. يعني حنا صناعه تقليديه معروفه جايه من دملات. يعني جا الاب ديالي وبقى الحرفيين وتزاد تبارك الله. وانا تنطالب سينا يدخل حيت انا تنموت على المغرب. وانا اللي كاين نقولها لكم انا ما نكذبش عليكم انا امنيتي باغي نخدم في بلادي وما بين بلجيكا والمغرب ما عنديش مشكل. ولكن الناس ديال هيها تيقدروا هادو كرسونا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.